هلو. الو، السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. السلام سلامي. طبعا وحاول بسك او كو حرنا كم يضحي وحان رجينا بكم ديال كان اطلوب وحواش زرت ابا اور هنا وحرني انا فافاحين كاسينو ويا انا يا عبد اللايف انا لايف كجرة انا لايف ام كجرة ما وحاج شعلان لا انا هذا شد ها وحاج عالنا انا حبلة وحاول حقيقة ماشي كجرتنا عن شاقنا سي اي ومد اي وبدالان ايه صادق طيب قبل كجدو على الشدقة قبل كمرك هربة دي سعد على الأمد مرك واحد لوقي بي مركز بين نبض حشاحة دي لكن أمد عن صدع عدل مع واحد لوقي بي وحادري متفقين إذا نبض إيمانين أديت يا هديال بدعي ديال كاسي تبقى وينا ما أنت لفاش تاري ولا لهم نودري فلنك وحاول وفلن أو سياسيين أو ده سياسيين أي كدم بيان حقير لمرك لا يحد لأنيك وما حد لا حي قولا قارا إنا تاير حي أنت بميه لكن وحاوين وحقير دي سيء ومد دي قول أبد دادا إن حقير دي لطابته باوانا السن وهي هذا سؤال كوي دينا ماشا ما مرحان إيو رحوين با أول دقالك وكبل لو دي مسي لبال لفوت أو ديقل أو مرفلاقه إيو كبل لو دي لما دفكر أمرك وربا معناها وحاجري وحياله أو يا لسكيه استي ده مرفلق عاركم إذا يودي لي مرفلق كم إذا جرى لغة وش تاري أبي يديالك جرى أنا وإذا كده ويمانا إنهم بيحيت ده كان ولا على وضع أي هالشين اللي هاي وحويل وما بيحين بقى تي أيوة يكون جد شران أو ده إسكو خالنا يعني أو سياسيين توي ده كده إذا بتجيل أي وضعن بجرى لغة وش تاري ده كي أو ده معلم وهو جامعنا ما أنك كوريس الداهر يعني يرادنا كم يعلى هيسته أصدق ده هو جامعنا إبادت كان غير معلومين وحيكون سوق عدن دولان والله الله وحلي يريدن كبل ده الحقانة جرال أصاب حق على أصاب حين حدنا معلم وشلا وحوس من المكان ده كان وحي يرادن دي هدينا والله خبا دي أنا جهرت بوك وعلى كل ده جاي ماشي مجال عن كده جنة حي دي نوب بنية أنا يوم أريد أبني أنا عن كده جوم إذا كبني عن كده جوم كبعدين عن وده الشينه وأنا واصحه دي هاد القفل يقول يا ذكافة يوم كله الشينه يعني دي أنا ضاق بشدة ولا سيكون نقني تي ما دام أيوة وقت لو يحيي هيد ما ملكه إنه الصناعية لأن هاد إنه كل قاعة هيد عيد مثلا مع اللي تروبيان هاد بوك حيسان يسوي يا رب ويرى هذا ده كان باس كله أو بناين ماشود هاي ما دام قريه شودي then وحي والله هذا الميس كان كل حاجون تي ما سمعنا وحوس سمعي عيدن يا وحبو صوك حيسي مركز ضد كان دجال اللي ما يكسر دجال اللي مرفلة أيام مركز رئيس دجال يسومان لا والله فوضى جباوين يا معلم ويني أوكي مركز يسمعني سوما هين اللي بدو دينه شيئا مركز يا ما دام هذا شين وأي أكوهولن إنه هشيئا بعمامولكي وحاول معلم وهجامين حي يو تيم كيسي مع الظاهر وكجرة بعدد وحمة جراتة أو أي نحد وذل أو كوا ذل كم ده بوحي رعدين سوق هالجوب سوق هالجوبي سوق المركز الجوبي ولالك ولالك هذا استعشان إن قفك له وكوس صدره معني سو معني عقل حمامان وعقل حمام زائد زائد هو أو هذا لو حمادو أيه تي أجرت ده كان معناها أيها سوق الجوبي قلبه معلم أيها سوق الجوبي ما كان سوحي رعدين قالوا عن كلام جبتي وحقيقة وربنا هو وأي جبي أنت أصلا حسنين عين حيلة إيدات كان يسكون دران أو دجال كان أصلا كل جوكسن بيت هذين عين أيوة تيل السحني بيحدنا إسد دجال كان مرق أي درامين إن دات كان أي وده هشين ربان أو دل ولا أي هين أي درامين بق إسل أي دجال كسوق على شرين مرق أي دجال سوق عليه ولو يجيبي مجالي ولو عليه مع الحتة قدو معناها قال أي دور وما كحجة ده حق أولى أولي مسؤولين كلا وأي كم إذا ما كان صخص أو رئيسي وهو عدي وحنقول السؤال ده ودي وحنقول معلمه الله رب كبقى حي أو قيام الوستاجنا معلم ما وحوق ده يلا معي قبيل أما ده حادين وده يلا معي وحير آخرنا ليس وصلنا قفقة سوحوق ده يلا معلمه وقبيل بوده يلا معي وجديد اسمه وجديد ماشي طاط عليه تعالنا وحيت هاي طلبا مع الويلة
إن ماشاس دول كاسيس مريحان سو ولو وري لاي ودن كان لو بابين لحي معنا وحي عميسين هدي قولا لغا لو وري رحوين رحوين كان حد أول دا ماشان كمدو دو قد مكان إذن كان لو وري لحي لكن كوانا إذن كنت هذا هذي جمينان أفهمي لكن هدان ويدينو وضمينتي وقت بدن ما هايو دقالك معني اللي بدل لفوض مركا أقول ريسا قدالها لغا صريح ميان لغا صريحين وحا أكبل لو دمحو يحي محي معني وينو يقبابين إسكو خبسة دين حضر كماشا وكبل لو دي إلا قبل لابي منو شيء كرتاه ها واحد لصوها يستو حاوي مركا هرات وحيالا أو ويجرين دول أو لصوها يستو حد حد دقالك وكبل لو دي حد الناو حد الناو دقالك وكبل لو دي نن قباوين اه باويل محلوين اه oo aad u jirdiray oo qaad iyo waxyaalo uu ka qaatay aad u jirdiray tii markan wala hadala ninkii markan wala hadalay macallin weyn ah ayaa wiil gawaweyn ah macnaheedu jirdilay oo qaad ka qaatay ma saasa u fahmay ma saasa ha ha okay ayo sidii ay tahay markan dadkii macallin weyn ah shaqo maru yaa manuma waxa uu qaatay okay hasiya haatay loo xumay tan yahay in gawaweyn iska socdo oo qabsado jaad uu ka qaato jirdil ko aha maana qofka qaatay qaadanay oo jirdilka sameeynaay waa gawaweyn way qofka loo sameeynaay yaa wiil macluumina oo shacab ah gawaweyn macnaheedu qof shacab ah macallin weyna ah jirdil ku sameeyay qaadna ka qaadatay ha qofka ma kan qaadka qaadana jirdil sameeyna gawaweyn waan askari waa maxaa dhacay qofka lagu sameeynaay qof shacab iska hayo iska dhalinyaro iska shacab kadib kadib waxaa dhacay inuu asagii macnaha asagii adeerkiisu israacaan oo dacwo ahaan ay u tagaan saldhigii dacwadu markay u tageen deenankeenu meeshu joogay oo falka sameeyay hore u sameeyay dacwadu liiska markii la qoraayay ba qoladii oo markaan haddana isla falkii sameeyay ba intay argagixan islaan ninkan ma muxuu dacwadan oo la soo gudbiyey ba intay shakeen macnaha hadii qof waa dareemi karta askari waayo oo dareen buu leeyahay buu xabaduu bilaabeen xabad markay bilaabeen markaa dadka ayuu dacwo u tagay unbaa xabad lagu bilaabay saanago xafiis aani markaas ma joogin laakiin sidoo micnaha warka aan laakiin ninka qaadka laga dhaxay may taasana ka ahow qiyaamana liisoo fadhiisa taasana ka ahow ani dadka deegaankan waa ka midnahay ma ogtahay markaan waxay sameeyeen ninkii haddana oo askariga ahaay oo waxa dhacay ninka adeerkiisa asay isla socdaan markay meesha ay tageen dacwada ay u tageen shaki intay galay oo afar qof ay ahaayeen shaki intuu galayna xabaday bilaabeen xabadii marka ay bilaabatay isla asigkii gabaabeedka u bilaabay baa dadkan way ka falceliyey markan markii lagu falceliyey gacanta hore waxay qabsatay markan ninkii gabaaweyn oo marka horena oo dhulka wiirka u geystay inuu tiis meesha ay ku imaato oo meesha uu ku dhinto markan ninkan kale wuu soo baxay deenu wax geesaha wuu soo baxay markuu soo baxay arrinta ayadoo markan in la xaliil la qaba baa gadaal laga soo shitaaray gadaal laga soo shitaaray waa waxaa la yiri dee dadkan idinkay idin jeedaan saan way ficil adiga dee dad marka hore ujeedada daara gobolka waxay sahay macnaha dagaalkan ma waxaad aaminsan tahay dadkan inay isu dagaaleen mise in siyaasad ay ka dambayso ama ha noqdaan mareexaan ama ha noqdaan bila soomaaliya inay xaqiiqa bila soomaaliya siyaasad inay ka dambayso gaar ahaan ay ka dambeeyaan macalimu iyo tiimkiisa ayna ujeedada ay tahay sidii digal ee marafee dhulkaasi loo marka mareexaanka ayaa qayb ka mid a munaafaqaynaya oo raba digal ee marafle inay isku gooyo si dhulka ula wareego saasaad leedahay intaas way ha waa intaas waa absolutely sidii dadkaas meesha loo dhaafin lahay waay sababtoo gobolka haddii labadan qof hadda gabaabeyn macalimu hadii la dhaafo haween kale oo awood ku leh oo maantadan oo si toos u deganay waa la degan yahay wax ka maqan ma jirta laakiin intaas yar hadda dagaalamaysa intaas haddii la dhaafiy labada laisku jibi cidda soo harta kabacdi sagaala loo jibin oo billahi towfiq warku meeshu in lagu dhameeyaa rabaa laakiin raxaweynta caqliga yaranta soomaan nafsadeeda inaan la isku dirin inay maamulka ka jubalanqaya inay dadkan deegaan ay leeyihiin dadkan xuquuqdoo si daacadnimo loo qaybiyo xaqiiqa waxaa ah aniga aan aaminsanahay gobolkaasi maantadan gobolka gida marka la yara bares arka guut oo manaha gobolka la yiraahda in marna marxa haduu qaato marna raxweyn la siiyo laba waxaa kale aan qabaa ku-xigeenka saas ama loo qaybiyo afarta ciidan fiiriya tusaale yaran kutusa waxaa la sameeyey meeshan baresa arka magaaladii dhan gobolka ayagaa la siiyey
كحييكس أيها لسيي ترياش عيدا كيبنان أيها لسيي قدومياش الدقبوين ككل صوتري أيها لسيي آوي دكي كالحقوق دوت عشورة كقالي ساو الديان ييهين قدو إيد دقرائي بسكن قدو تارق آو حالوخو با إن دسكن مرحان قبال أي كيما بين آوي مركا حب حكيما بين محمي ديك ويليهين آوي دكي كالحقوق دوت waxaad ogaanaysaa mar walba daacadnimada wax lagu qeybin umadu isku dhamaaneysa marka in maamulka lagu laabto oo umadaan xuquuqdooda la wada samo oo qof walba meesha mutaysta oo marka xaq u leeyahay la siiyo dhan imaanay marka hadda wax waliba ilaa isku xitaa iska daay saldhigyada wax ka hoose ma jir saldhigyada taliyaasha haystaan xitaa marxaan leeyahay waxa weyna baanta haysadii li marfla kamid ah oo saldhig haysa hal ilaaba kama badan hal kama badan ba sanaa min sanahay way oo markaan i baartaan aan ku sameey aaway dadkii kala markaa way marka maamulku waxa uu baaqaya bi amniga oo hadda dhigan daadanay uu joogsado daacadnimo in wax loo qeybiyo axmed midowe waxa uu baa madaxweynaha jubbaland waa nuug wanaagsan laakiin waxa ka codsanaya umada inuu deegan haduu san aqoonin dad khibrad u leh labada nacba aan ka dhalan inuu u soo diro xuquuqda deegaanka sadex aadna loo baar aan kadiye isla dadka la soo diray iyo kuwa loo soo dirayba isla xal cidda way haddii wufdi marka la soo diray ayaa la soo diraya qof in adeerkiis meesha yaal macadi waxa iska yiri salaam wax ka jira ognahay ma maqaar saar wax waliba way mar hadda calama in umada wax loo qaybiyo aad iyo aad buu maasay walaalka isaga ah maadaama waqtiguna kulaalayay markayse mareexana way maqlayaan digil aw mirflana way maqlayaan sida dagaalku u dhacayba wax nooga sheegay markaysay wuxuu yiri gobolka gedo digil iyo mirifle ha loogu yimaado laakiin maanta waa la wada degan yahay balse laakiin xilalka gudoomiyaha ku-xigeenada degmooyinka taliyaasha kulli mareexaan baa ah dadkii dhulka iskalaha loogu yimaadayna waxba kama ahan unacceptable saasuu leeyay marka mareexaan hadday taasi jirto isagaa kasoo jawaabi doona haddii ma arkaysay macnihi aysan jirin isagaa kasoo jawaabi doona digil iyo meriflana ma arkaysa hadday jirto iyagaa ka jawaabaya haddaysan jirin iyagaa ka jawaabaya haddii la isku diraayana iyagaa ka jawaabi doona fahmaya haddaan la isku dirinna ma arkaysa iskooda isu dagaalan iyagaa ka jawaab anagu warbaahinaan lahay hadday wax qaldan yihiin macnii in ay saxaan iyagaa laga rabaa dadka sadbursiima haddii mareexaanku uu sameeyeyna isagaa laga rabaa inuu gadaal isugu noqdo la wada fadhiisto maamulka siduu yahay macnii nin wal meeshuu degan inuu xukuumo ay tahay